أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن بعض أسئلة الصائمين. يسأل كثير من الناس عن المفطرات. المفطرات ثلاثة أنواع: الأكل والشرب والجماع وما في حكمهما. الأكل والشرب والجماع وما في حكمهما. قال تعالى: فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله عز وجل الأكل والشرب والجماع في هذه الآية. الأكل والشرب وإن كان قليلا أم كثيرا، حلالا أم حراما، ضارا أم نافعا، كله مفطر. فمثلا إذا أكل الإنسان مثلا خرزة زقيقة مثلا، صغيرة الحجم ولكنها لا تنفع الجسم والبدن ولا تضره، ولكنها تفطر. شرب الدخان مثلا حرام، حرام لا ينفع الجسد بل يضره، ورغم ذلك فهو مفطر. من شرب مثلا سما، السم ضار للجسد غير نافع له، ورغم ذلك فهو مفطر. فالأكل والشرب سواء كان حلالا أم حراما، صغيرا أو قليلا أو كثيرا، ضارا أم نافعا، كله مفطر. فهنا مسألة: من أكل في نهار رمضان متعمدا وانتهك حرمة الشهر، ماذا عليه من الحكم؟ حكمه أن يقضي يوما بدله، وعليه الكفارة، يقضي عليه القضاء وليه الكفارة، مع أنه يصوم شهرين متتابعين كفارة لانتهاكه لحرمة الشهر، ثم عليه أن يقضي يوما بدله. أما من أكل ناسيا، من أكل ناسيا عنده حكم حر، كان في نهار رمضان صائما، فإذا به يرفع كأس الماء إلى فمه ويشرب بلا ما يفيق ويعبع، فهذا حكمه أنه يقضي يوما بدله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي في رمضان، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم يومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن المالكية قالوا احترازا لهذا الشخص، احترازا له، عليه أن يقضي يوما بدله. ثم الجماع كذلك، من أتى أهله في رمضان متعمدا فعليه القضاء وعليه الكفارة، عليه ابتداء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، مثله مثل الطعام والشراب كيف كيف. لما سئل الإمام مالك، سئل علي رضي الله عنه، سئل علي رضي الله عنه: ما الكفارة في رمضان؟ قال: الكفارة في الأكل والشرب والجماع. فذكر علي رضي الله عنه الإمام علي هذه الثلاث: الأكل والشرب والجماع. إذن من جامع أهله في رمضان فعليه الكفارة، من جامع ناسيا فعليه أن يقضي يوما بدلا، ولكن هذه الكفارة بشروط ثلاثة سنذكرها إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. كاين شروط، ثلاث شروط باش تكفر، باش تكفر يليق تكون توفر فيك ثلاث شروط. ما هي هذه الشروط؟ سنذكرها إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة الخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.